أمين. هذا الاجتماع، الاجتماع الثاني بيميل إنه يبقى شغل روحي، بيميل إنه يبقى فيه نقاط أو تفصيلات عملية. ما أعرفش بالنسبة لك بتبقى إيه، أنا بالنسبة لي بتبقى تفصيلات عملية بتشكل بالنسبة لي. يعني هديك مثال فعلا شخصي للي أنا حشاركك بيه. الرب كلمني بيه للزمن اللي جاي، طريقة أبص على الخريطة بتاعت، خريطة بتاعت 23 بتاعتي، وابتديت أوضب أو أرتب الكالندر بتاعتي على اللي هو بيقوله لي عمليا. كلام الرب بيبقى روحي لكن عملي لحياتك ولحياتي. بيأتي زمن مش سامعين فقط لكن سامعين عاملين. روح الحكمة مربوط بروح الإعلان. لو هو إعلان فقط فهو بيملاك بالإعلان لكن لا يتحول إلى تطبيق في حياتك، فبيفضل طاير في الهواء. لو هو حكمة لكن بدون إعلان فأنت عندك معلومات لكن ما عندكش قوة تحرك هذا الإعلان، وبالتالي الحكمة والإعلان بيتحركوا مع بعض. فلما يكون عندك إعلان من الروح القدس في حكمة لتطبيقه في الأرض، لو ما تحولش بحكمة إلى حياتك بيفضل طاير في الهواء. ناس كتيرة بتحس كده، بتبقى فرستريتد أو محبطة في حياتها الروحية لأن جواها إعلان ومش فاهمة أن في حكمة لتطبيقه. الحكمة دي بتتطبق في حياتك بطريقة عملية. ليه المقدمة البيخة دي؟ عشان أقول لك رتب حياتك على كلمة الرب، تعود أنك تعمل كده. أنا بضطر أعمل كده، مش بضطر لأني مضطر، بضطر لأن ده الحكمة. الحكمة أنك تاخد كلمة الرب وتحولها إلى حياتك اليومية. فلو الرب يقول لك أنا بدعوك إلى هذه الأزمنة إلى رداء جديد، لازم تقف قدامه عشان تلبس هذا الرداء. لو تقف قدامه عشان تلبس الرداء ده محتاج يتحول إلى السكيدول بتاعك، إلى البرنامج اليومي بتاعك. طب أنا حلبس الرداء ده إمتى؟ فبتبتدي تحطه في يومك، بتبتدي تدرك لو دي كلمة الرب مش حاضر أزوغ منها. رب يقول في رداء جديد، رب يقول في أزمنة محتاج تخرج سيفك. أنا بدي أمثلة، أنا مش بتكلم لسه، بديك مقدمة. يعني في أمثلة، في أزمنة محتاج تحارب كل كلمة نبوية اتقالت على حياتك قديمة أو جديدة، تحارب فيها المحاربة الحسنة. أوكي، يبقى أنا محتاج أدي فقرة خلال أسبوعي أنا عارف أنا حاططها بدون تشتيت، ليه؟ لأني ححارب فيها المحاربة الحسنة، لأن ده وقت تحقيق الكلمة النبوية في حياتي. ففي إعلان وفي حكمة بتاخد هذا الإعلان عشان يتطبق في حياتك العملية. انتهى زمن كله ماشي، ده زمن أبطال بعينين مفتحة صاحين مستيقظين، مش متزحزحين من مكانهم. ودي كلمة أنا حريص أن أنا أقولها، لأن العدو بيحاول يزحزح ولاد الرب من خلال مشاكل، ظروف، أحداث، مخاوف، نبوات سلبية، فيزحزحك من مكانك اللي أنت مفروض تعرف تعمل فيه إيه. لما يبقى في كلمات سلبية عن أزمنة حتى لو منظرها روحي، أنت محتاج تعرف تعمل بيها إيه، وما تتزحزحش من مكانك اللي دعاك الرب ليه. خليني أشرح لك أنا عايز أقول إيه. يمكن سمعت وحتسمع نبوات سلبية من رجال الله عن الأزمنة اللي جاي. محتاج تميز. أنا مش بناقش إن يكون في نبوة مش صادقة، أنا بناقش دلوقتي محتاج تميز ما بين أنواع النبوة. وحدي دقائق صغيرة أعمل هذه المقدمة. في أنواع للنبوة اللي بتتكلم عن الأزمنة. في نبوة شرطية وفي نبوة حتمية. يعني في نبوة هتحصل دي حتمية حتما، وفي نبوة شرطية. يعني يعني رب يقول كذا لكن لو شعب الرب وقف كذا دي مش هتحصل. ومحتاج تميز، لأن في بعض أحيان بنخلط، بتبقى نبوة شرطية ولو شعب الرب وقف هذا النبوة مش هتحصل. فهي إما ما بنقفش ونستقبلها لأنها بنتصورها حتمية حتما هتحصل.
فبنستقبل نبوة سلبية وبنتصور أنها حتمية حتما هتحصل، فبنقعد كأننا في حالة سلبية لاستقبال نبوة. رب يقول لو أنت وقفت أنا هردها. خليني أقرأ لك آية من سفر أرميا. أنتوا كويسين؟ معلش المقدمة دي مهمة. أرميا 18، أرميا 18. خلي بالك أنا بفتح معاك في النبوة الشرطية. يعني إيه نبوة شرطية؟ يعني الرب يقول كذا هيحصل، أو تسمع حد، يعني تسمع حد يقول كذا هيحصل. دي شرطية ولا حتمية؟ محتاج أنت تميز، لأن في بعض أحيان حتى لو هي حقيقية من الرب، الرب بيقول لو شعبي وقف مش هتحصل. أنتوا هنا؟ أوكي. أرميا 18 آية 7، ده الرب اللي بيتكلم. تارة أتكلم على أمة وعلى مملكة بالقلع والهدم والإهلاك. ده مين اللي بيتكلم؟ ده الرب اللي بيتكلم. تارة أتكلم، ده هو اللي بيتكلم، على أمة وعلى مملكة بالقلع والهدم والإهلاك، فترجع تلك الأمة التي تكلمت عليها عن شرها فأندم عن الشر الذي قصدت أن أصنعه بها. تارة أتكلم على أمة وعلى مملكة بالبناء والغرس فتفعل الشر في عيني فلا تسمع لصوتي فأندم عن الخير الذي قلت إني أحسن إليها به. سلام. ده الرب يتكلم، لكن الريسبونس رد الفعل بتاع الكنيسة بيحدد يا إما تحقيق هذه الكلمة يا إما توقيف هذه الكلمة لو الأمة تابت. شعبنا الشرقي اعتدنا لان ما كان الدنيا مش دي مش منوره علينا، لو رب هنمصمص شفايفنا وكله بامره. تعرفوا كله بامره دي، كله بامره دي تبان منظرها جميل بس هي مش جميله الحقيقه، لان الملوك بيميزوا امتحنوا الارواح. النبوة دي لما رب يتكلم، ده بيتكلم عن حاجة حتمية ولا بيتكلم عن حاجة لو وقف شعب الرب في المكان الصح ليها بيغيرها، ولو وقف في المكان الغلط قال لو اتكلمت بالخير والشعب ده تحول إلى الشر الخير اتلغى، بس لو اتكلمت بالشر، لو اتكلمت بالقضاء والشعب ده وقف، طلبت من بينهم رجلا يقف في الثغر عن الأرض ويبني جدارا لأني لا أريد أن أخربها. هناك نبوات شرطية. يعني إيه شرطية؟ يعني يمكن لشعب الرب أن يقف في الثغر ويبني جداراً عن الأرض لأن الرب لا يريد أن يخربها فتتغير. اوعى تكون في نبوة شرطية، يعني شرطية يعني فيها منظرها قضاء أو تسمع أخبار سلبية هيحصل كذا. أنا بعدكم، أنا بعدكم، بعدكم لآخرين هقول لكم حاجات. فلما تستقبل كلمات سلبية ميز دي شرطية ولا حتمية. تقولي طب أعرف من فين الحتمية؟ بصوا النبوات الحتمية هروح معك ليها علاقة بحاجة في نبوات حتمية، يعني دي هتحصل هتحصل. ليها علاقة النبوة الحتمية لها علاقة بإعداد الستيج بتاع العالم للأزمنة الأخيرة. فالنبوة الحتمية هو ما يعده الرب في الستيج بتاع، عارفين الستيج يعني المسرح العالمي للأزمنة الأخيرة، وهي دائما مربوطة، دائما مربوطة بالقضاء على سيستم بابل، ودائما علشان تعلن نهاية سيستم بابل وإعلان ملكوت الرب. أعرف من فين النبوة دي؟ من الرب وحتمية، لأنها بتعد الستيج، بتقضي على بابل وبتعلي ملكوت الرب. أديكم مثال، في أخت لي عايزة متشجعة بس ثانية واحدة عليا. أرميا 51، أرميا 51. أنا بعمل مقدمة علشان الأزمنة اللي جاية. أرميا 51، كلكم عارفين أرميا بيتكلم كتير على بابل،
دوينا بابل فلم تشفى، دي يعني أرميا 51:9، دي نبوة حتمية. يعني بابل ليس سيستم، بابل سيستم اللي بي 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 بيمول الأجندة لفقدان القوة. أنا بوقف نفسي من حبة كلمات. اعرف ان كل فكرة بتترمي على حياتك ضد استعلان ملكوت الرب وقوة الرب بآيات وعجائب في حياتك هو مرمي من فم الحية مباشرة. دي مش أفكارك، دي حاجة مرمية عليك، وهذه الحاجة سونامي بيعدي في الكرة الأرضية كله. تبقى تقول لي ده أنا لوحدي في البيت، دي فكرة جات لي وأنا في البيت، ده أنا صحيت من النوم على هذه الفكرة. نعم، لأن في مية باردة بتدلق على، وفي أجندة وراها، في أجندة وراها. في مكان ما من الكرة الأرضية، وفي هذا المكان ما من كرة أرضية، مش في البلاد العربية بالمناسبة، في مكان ما من كرة الأرضية راحوا لراعي كنيسة بيجتمع في مكان له علاقة بمراكز تأثير في العالم كله، وقالوا له احنا سمعنا انك انت مؤمن بمواهب الروح القدس، لو انت مؤمن بمواهب الروح القدس لازم تسيب المكان. فقال لهم ليه؟ يعني انا عملت لكم ايه؟ قالوا له لازم تسيب المكان لانه اي حاجة ليه علاقة بمواهب الروح القدس لازم تنطفي في الزمن اللي جاي. فقال لهم ليه؟ قالوا له كده، في قرار في حتة معينة، في قرار ان اي حاجة ليه علاقة بمواهب الروح القدس لازم لا تستمر. الكلام بجد، الكلام بجد، ومواهب روح القدس مسببة أرق لأرواح الشر. فلو في مواهب روح القدس شغالة في حياتك وتحس أنه عادي، يعني نو مش عادي. واعرف أن كل صلاة بالروح، كل قوة شفاء، كل آيات وعجائب، كل أمور الرب يضرم قلبك وراها، ورا الرب بيها، العدو ما بقاش مبسوط. واعرف ان في الازمنه اللي جايه مش بس مسحه الرب يريد ان يسكبه على حياتك، لكن مجد، بحيث ان هذا المجد يغطي، هذا المجد يبقى غطاء على هبات الروح القدس في حياتك. هرجع مره تاني لبابل، هرجع مره تاني لبابل. دوينا بابل فلم تشفى، ده نبوات حتميه. دعوها ولنذهب كل واحد الى ارضه، لان قضاءها وصل الى السماء وارتفع الى السحاب. قد اخرج الرب برنا. شايف في سيستم في الملكوت وفي سيستم لبابل. بابل ده سونامي من البروده الروحيه. لما تسمع الكلمه دي، انا لما الرب قال لي الكلمه دي قلبي اكلني. ليه؟ لانه ده احنا محتاجين نبقى مشتعلين دايما، فقلبك يجب ان ياكلك لما تدرك ان في البروده دي. مش عادي. شاركتكم الاجتماع اللي فات، الطبيعي انتهى، في اختيار الطبيعي في حياتك انتهى. فتقولي دي بروده عاديه، اقول لك نو، ملياش نفس اصلي، ده عادي. نو، ده مش عادي في الزمن الجاي، مش عادي. واول ما تدرك ان ملكش نفسك صلي، اعرف ان ده جزء من السونامي، وتعلن كده انا مش هغرق في السونامي ده. من فضلك ما تسيبش نفسك للطبيعي. الانسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله. الطبيعي ما بيحبش اي حاجه ليها علاقه بالروح القدس. ببساطه الروح القدس هو الرب، نؤمن بالرب الروح المحيي، نسجد له ونمجده زي ما قانون الايمان قال. هرجع مره تاني لارميا 51. قد اخرج الرب برنا، ايه 10، ايه 11، سن السهام اعدوا الاطراس، قد أوقظ رب روح ملك مادي قصده على بابل أن يهلكها. ويأتي الآية اللي أنا عايز أنشن عليها، ما أعرفش قدامكم ولا لأ، لأنه نقمة الرب، نقمة هيكله. ودي آية مهمة هبص عليها شوية وأختم المقدمة اللي أنا بقولها عن النبوات. في نبوات حتمية اللي هي النبوات المربوطة بسيستم بابل للقضاء على بابل عشان يبقى ملكوت الرب يستعلن واسمه بيستعلن، بتحمل نقمة الرب. بس هنا الكتاب المقدس الآية دي جميلة. ايه نقمة الرب؟ كمل الآية، نقمة ايه؟ هيكله. وهيكله حلوة قوي. عشان كده العدو عايز يزحزحك، عشان يزحزح وقفة الهيكل فيك، لأنه الهيكل
اللي هو حضرتك وحضرتك، وقفتك بدون زحزحة من العدو. لما بتقف في مكانك هذا الهيكل بيقف في المكان اللي الرب يدافع فيه عن الهيكل بتاعه. أشرح لك يمكن الجملة ما كانتش واضحة قوي، أعيد صياغتها أفضل. لما بتدير حياتك كهيكل للرب، مكان سكنة إلهي، الرب ينتقم للهيكل بتاعه. بتحط نفسك في حتمية الحماية، وحتمية الحماية بتعمل حتمية للقضاء على السيستم اللي جاي يقضي عليك. عدو الخير يحب يزحزحك من هذا المكان بمخاوف، بتشويه للهوية، بلخبطة، ده معنى روحي. لا، ده مش معنى روحي، ده استراتيجية الرب في الأزمنة الأخيرة. إيه نقمة الرب؟ شايف على الشاشة؟ الناحيتين يعني. إيه نقمة الرب؟ نقمة الهيكل بتاعه. إيه اللي يخلي الأمور حتمية؟ هيحصل في بابل، ملهاش شفة، ملهاش دواء. ليه؟ لأن الرب ينتقم لهيكله. كل محاولات تخويف، كل محاولات تفشيل، كل محاولات انت عادي طبيعي ماشي، كله ماشي، كله معدي. اجتماع اللي فات بقى، والاختيارات والوقفة وطلب المجد واختيار المجد، كل محاولات زحزحها لإدراكك انك هيكل، بتزحزح امور بتحفظك انت، لان رب ينتقم لهيكله اللي هو كنيسته ولاده. لأن نقمة الرب هي نقمة الرب، هو نقمة هيكله. أذكركم بالقصة، كلكم عارفين بابل وأيام دانيال ونبوخذ نصر وبلشصر وداريوس بعديه، وحركة الممالك من مملكة صعبة لمملكة أصعب، وحركة المواسم من بابل لمادي وفارس. فكان في زمن بابل هو اللي بيسود، ودانيال اتخذ مسبي هناك وعاش مرحلة طويلة تحت نبوخذ نصر وتحت بلشصر. وبكى حصل شفت أصعب في الأجواء، بقت مملكة مادي وفارس. مملكة مادي وفارس يقولك شريعة لا تنسخ، يعني اللي يطلع من فم أيا كان ما يرجعش، دي مملكة مادي وفارس. ودانيال مكمل في وسط هذه الممالك اللي عمالة بتزداد صعوبتها. قرر في يوم بلشصر أنه يلعب مع الهيكل. يعني يلعب مع الهيكل، يعني من أيام أبوه، من أيام نبوخذ نصر، هم سابوا الهيكل وأخذوا كل حاجات في الهيكل، فأخذوا آنية الهيكل وحطوها في المخازن. ونبوخذ نصر عمره ما فكر يستخدم هذه الأواني، أواني الهيكل، حاجة شخصية أو يحتفل بيها في حاجة طبيعية، لغاية لما جاء بلشصر. وبلشصر قرر هاتولي أواني الهيكل. أواني الهيكل دي أواني مقدسة، أواني الهيكل دي أواني مكرسة، أواني الهيكل دي أواني اتمسحت بالزيت في يوم من الأيام، وتقال إن هذه الأواني ما تحطش فيها أي حاجة غير أمور الرب. هقول مرة تاني، أواني الهيكل يعني ده إناء فخاري كان عادي ممكن تحط فيه أي حاجة، تحط فيه كوكاكولا، اتاخد وهتحط في الهيكل، فاتمسح بهذا الزيت وقال من هنا ورايح ما يخشش فيه أي حاجة طبيعية، ما يخشش فيه كوكاكولا، ده فقط للهيكل، وفقط للمسحة، وفقط للكهنة، وفقط في استخدامات الهيكل. بلشصر قال ادوني الأواني دي، وقرر يعمل احتفال ويجيب الناس ويشرب فيها خمر ويعمل حفلة، يعني من حفلات العالم. طول وقت نبوخذ نصر عمره ما جرؤ انه يعمل كده، وكان رب معدي الدنيا. لما بلشصر قرر إنه يخش على أواني الهيكل الممسوحة المكرسة، تعرفوا حد إناء للرب ممسوح ومكرس؟ بص نفسك في المراية. لما بلشصر قرر إنه يلعب مع أواني الهيكل الممسوحة والمكرسة، كل الحفلة وقفت، لأن في إيد ظهرت. هتفهم حاجة؟ لأن نقمة الرب نقمة هيكله. هتقرب إيدك على هيكلي، حمد إيدي عليك. هتفهم حاجة؟
أنا سعيد أنكم متشجعين، بس أنا محتاج أنك تدرك أن العدو يحب يزحزح هذه الكرامة الداخلية اللي جواك، مش بتطلع كبرية فيك لكن بتطلع مسؤولية جواك. العدو يحب يزحزح هذه الكرامة من داخلك، هذه الهوية كشرفاء الرب. يأتي شرفاء من أرض مصر، دول نبلاء، شرفاء، أمراء. روح مصر بتطلع عبيد، لكن روح الرب بتطلع ملوك. وهذه الروح يجب أنها ما تتزحزحش منك، لأنه الرب لما بيرى الهيكل بتاعه مدرك واقف في المكان، في نبوة، أنا عارف أعمل إيه مع النبوة. نبوة حتمية هتقضي على بابل، أنا هيكل للرب، مش هخاف، مش هطلع أجري. قلت لكم هذه الجملة، إبليس بيراهن أعلى من الكروت اللي في إيديه، اوعى تخاف من وشه، اوعى تنظر لوجه إبليس اللي بيقولك أنا هعمل وأنا هعمل وأنا هعمل وأنا هعمل وتطلع تجري. إبليس بيراهن أعلى من الكروت اللي في إيديه، اوعى تخاف من وشه. لو فضلت واقف قدامه مش متزحزح، هتكتشف إن اللي في إيده ده ولا حاجة، ملوش أي قيمة قدام الهيكل اللي هو أنت. لما بلتشسر مد إيديه على الأواني المخصصة الممسوحة للهيكل، إيد الرب والكتابة المكتوبة اتكتبت بتحكم. فاكرين دانيال لما راح، دانيال لما نبوخذ نصر حلم، عمل اجتماع صلاة عشان يعرف الحلم، فاكرين؟ عمل اجتماع صلاة عشان يعرف الحلم ويعرف تفسير الحلم. دانيال لما شاف الكتابة المكتوبة ما احتاجش يعمل اجتماع صلاة، هو عارف الكتابة المكتوبة دي. Are you here؟ هو عارف الكتابة المكتوبة دي، ما احتاجش يسأله. بص الكتابة المكتوبة دي اقول لك تفسيرها، وجدت ناقصا، مديت ايدك على هيكل الرب، دفللتها، كان بلتشسر انتهى ومادي وفارس جت فللتها. ليه؟ مديت ايدك على الهيكل، الهيكل حامد ايده عليك. ده بيقودنا الى إن في الأزمنة اللي جاية وقفتك، بحكرر نفس الكلمة، لا يجب ألا تتزحزح. بمعنى أنت عارف إيه أكتر حاجة بتزحزحنا؟ إحساسنا إنه شكاية وعادي وطبيعي، وأنا بحاول، أنا ضعيف، ومعلش أنا، وكل ده شغال، كل ده شغال. بس بيأتي زمن بتنفض مال الطفل. الأولاد بيعرفوا غفران الخطايا، أما الآباء فبيعرفوا الذي من البدء. الأولاد أولاد وبيفضلوا أبناء، والأبناء مفيش يعني رائع، بيختبروا غفران الخطايا. لكن أنت مدعو في رحلة أبدية ونضوج أبدي لكي تصل إلى معرفة الذي من البدء. الآباء بيعرفوا الذي من البدء. بمعنى أن جاء زمن ترقية في وقفتك أو إدراكك برغم الضعف، ليقول الضعيف بطل أنا. ليه؟ في ترقية. مش هرجع للعنات. خليني أنا استعملت تعبيره يمكن بعضكم ما خدش باله، التدمير الذاتي، إني برجع لخطيتي القديمة فبدمر اللي أنا خدته، بعمل تدمير ذاتي، لعنة مكررة، برجع لأركان الضعيفة، أصلا أنا ما استحقش، ولأني مقتنع جدا أني ما استحقش. أنا منتصر بقالي أسبوع، بس إيه ده؟ أنا بقالي أسبوع منتصر؟ وده غباء أنك تفكر بالطريقة دي. بعضكم بيفكر بالطريقة دي، أنا 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 متشجع وحخش السنة الجديدة دي بقوة، بس يا رب يستر، يا رب يستر، لأن السنة اللي فاتت أنا تشجعت وبقيت كويس لمدة، وبعد كده فأنا هحاول أكسر حاجز الثلاث أسابيع، اني ما دخنش مثلا، او اني ما غضبش وما ما خربش الدنيا في البيت، او 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 او, أو ايا كان النوع. احبائي جدد ذهنك بقى، جدد ذهنك، لان دي عقليه محورها الخطيه، محورها ضعفك، مش محورها الرب برنا. تقولي طب اعمل ايه؟ اقولك في حاجه مهمه، ان في هويه مختلفه مليانه بر، وهذه الهوية مربوطة بوقفتك وبإدراكك أنك واقف قدام إله كل نعمة، إله كل بر، اللي يملك من بر إلى بر، من نور إلى نور، وتبقى مسيرك بيزداد فيه النور. مش أنت متوقع إمتى تقع فتدمر ذاتك بذاتك، لأن كل اللي أنت محصور فيه أنا هقع إمتى.
امتى المشكله هتحصل، امتى الخناقه هتحصل، امتى البعض بيبتسم والبعض بيكشر، فمش عارف ابص لمين فيكم. ظاهرة التدمير الذاتي بتنتهي لأن في طبيعة جديدة بتطلع جواك. خليني أقرأ لك آية جميلة من أشعياء 33. أوكي، إحنا يعني أنا منتظر شوية لغاية لما نخشها. أشعياء 33 في آية حلوة قوي بتبتدي دايما بهذا الجزء اللي أنا 33:6. يكون أمان أوقاتك. في الأصل العبري أشعيا بيتنبأ، فبيقول لك عايز أمان أوقاتك فيكون أمان أوقاتك نقطتين، وهوصف لك بقى إيه أمان أوقاتك. خليني أقولها بصورة للي إحنا فيه. عايز أمان لأوقاتك في 23 وطالع، الآية دي ليك. البعض جاب، البعض لسه مش مستوعب إنها القصة بجد. عايز تطمن على 23؟ عايز تطمن على 23؟ بعضكم بيقول يعني ايه 23؟ عايز تتحرك في 23 في مسحة مستمرة بلا رجوع وبلا تدمير ذاتي. خلينا نستعمل تعبير تاني، وبلا يبوسة روحية. عارفين اليبوسة الروحية؟ يعني تحس ان انا مش قادر، انا يبست، الزيت اللي جوايا نشف، المية اللي جوايا يبست، التصحر. يعني الصحرة تقوم داخلة على المية اللي جواك وتقوم محولة المية صحرة. يبوسة روحية، نهاية لليبوسة الروحية، نهاية للتدمير الذاتي، لأن في زيت بينسكب لو أنت مش متزحزح من مكانك. في زيت بينسكب يحفظك في أمان أوقاتك. يكون أمان أوقاتك. شايفينها؟ إيه أمان أوقاتك بقى؟ وفرت خلاص، وفرت خلاص. ايه رايكم في الخلاص اللي بوفره ده؟ ايه امان اوقاتك؟ وفرت خلاص. ايه كمان؟ حكمه ومعرفه ومخافه الرب هي كنزك. لو الفوضى اللي بصوا في بعض احيان الفوضى اللي حواليك بتزنقك إنك محتاج حكمة مش من هنا. ما لو حياتك عادية، حكمتك العادية هتمشي الدنيا. الفوضى اللي حواليك بتخليك محتاج حكمة مش عادية. إيه أمان أوقاتك؟ حكمة مش عادية. إن أعوزت أحدكم حكمة؟ حلوة أوي. مش عارف، انا كاتب كلمه قوه بدون حكمه هتدمرك، حكمه بدون قوه مش هتاتي بثمر. انت محتاج حكمه وقوه، محتاج الاعلان، ومحتاج عشان كده روح الاعلان، الحكمه والاعلان في معرفه الرب. امان اوقاتك هو وفرت خلاص، وهنرجع لها بعد دقايق، لان الخلاص اللي بيسكبه الرب بينسكب بوفره. بمعنى ايه؟ بمعنى برضو احنا تربينا مش على وفرة الخلاص، تربينا بالعافية. ما اعرفش عنكم، بس انا انتوا عارفين انا قلت الجملة دي كتير، تربيت على كده. عايز تفرح يا نادر، اوكي افتح بقك وحنزل نقطة فرح، وفرح يبقى جوه كده ما تحسش بيه بس انت فرحان. عايز حرية، اوكي افتح عينيك حنزل بالقطارة نقطة، النقطة دي هتعمل نقطة حرية، بس ما تتوقعش حرية كاملة. ده مش اللي بيعرضه الكتاب المقدس. أمان أوقاتنا هو وفرة خلاص. ولو اختباراتك مع الخلاص، الخلاص ده بيشمل كل حاجة، بيشمل حرية قلبك، حرية نفسك، حرية ذهنك، حرية أجواءك، حرية تبعيتك، حرية خدمتك، كل ده جزء من الخلاص. أمان أوقاتك هو وفرة الخلاص. تقول لي بس طب انا اعمل ايه؟ اقول لك ولا حاجه. صدق، اقف قدام الرب وقول له يا رب ما فيش فصال، ده اختيار، انا بختار وفره خلاصك على كل حاجه في حياتي. وشكو يجنن. في حاجه في المسيحيه اسمها وفره خلاص، مش بالقطاره، مش بالعافيه، اطلبها.
بقول هذا التعبير كتير، انا مش عايز اكرر نفسي. لما بتروح سوبر ماركت وتدفع 1000 جنيه وبعد كده يحطوا لك حاجه صغيره في الكيس، بتبص في الفاتوره ازاي حاجه صغيره وانا دافع 1000 جنيه، بترجع تقول لهم في ثمن مدفوع واللي في الكيس ده قليل. كتاب مقدس بيقول لك يسوع دفع ثمن قد ايه. كتاب مقدس بيقول لك يسوع دفع ثمن قد ايه. بترجع للعالم لسيستم العالم تقول له الفاتوره بتقول ان الدفع ثمن كامل، بيقدم حاجه اسمها وفره خلاص. ليه الكيس بتاعي فيه حاجه صغيره؟ فبتقف قدام العدو، بتقف قدام سيستم العالم، العالم انا ليا وفره خلاص. الكلمه بتقول انا ليا ملء الحريه، حررني الابن بالحقيقه، انا حر، انا واقف في المكان، انا عايز النتيجه بتاعه الريسيت اللي معايا. الفاتوره اللي معايا بتقول لي ان في ثمن الدفع، انا عايز اشوف الكيس بتاعي. انتوا هنا، ده شغل انت بتعمله ده هنا. هنا الابطال، مش عايز اسبق نفسي، في هنا حاجه اسمها الغاصبون. عارفين الغاصبون تعبير ده؟ الغاصبون ملكوت السماوات يغصب والغاصبون يختطفون. ما اعرفش صرحت مع الكلمه دي ولا ليه. طالما هو نعمه ليه غاصبون؟ طالما الحكايه نعمه بالايمان ليه غاصبون؟ يعني طالما هي نعمة فأنت بترميها، يعني يا رب أنت بترمي. لا، هو رب ما بيرميش، هو رب يرى حضرتك مدرك القيمة ولا لا. بشبهها كتير بكده، كأن الرب من الصليب مادد إيده من الصليب بيقولك خد، فتيجي تمد إيدك ريمون معلش أنا بحب مثل. فيسوع مادد إيده من الصليب بيقوله خد. بالمناسبة ريمون بيشد بس أنا ماسك، ريمون بيشد بس انا ماسك. فتخانق، يا رب انت مش عايز تديني، انا طلبته ما خدتش ليه. هو 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 مادد ايده بالفعل، هو عايز يديك، هو ماددها، بس هو عايز يشوف هو انت مدرك، انت من الغاصبون ولا انت من المعديين. يعني معدي عليا يا رب، لو عايز تعمل اعمل، لو مش عايز تعمل ما تعملش. هو 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 بيعلن انه عايز يديك، والا ما كانش مد ايده. حد فاهم حاجه؟ ريمون لازم يبقى من الغاصبون اللي يقوم ايه شد بقى. حد فاهم حاجه؟ القصه في الاول في بعض احيان هو انت مش عايز تديني، ما هو انت من الغاصبون. حد فاهم حاجه؟ الغاصبون يختطفونه. انا سبقت نفسي، جاء الوقت ان هذا السيناريو يبقى مدرك في حياتك. انت بتمد ايدك، الرب يريد ان الرب من على الصليب مادد ايده عشان يدي. ده بينطبق على حاجات كثيره قوي في حياتك، بس امان اوقاتك هو وفره خلاص. وفره الخلاص مربوطه انك من الغاصبون اللي مدركين انا ليا وفره خلاص. فبرجع للكاونتر اللي موجود في العالم وبقول له بص، يسوع دفع كل الثمن والفاتوره اهي، الكيس بتاعي ناقص، اللي انت اديتهوني ناقص، اللي انت اطلقته من عندك ناقص. لازم تملى الكيس بتاعي بكل الدفع. ليه؟ لان في وفره خلاص. امان اوقاتك وفره خلاص. انا هرجع للايه، وفره خلاص، حكمه ومعرفه، وايه في اخر كلمه؟ مخافه الرب هي كنزه. طب نبص على آية في مزمور. أنا أنت كويسين؟ مزمور 130 لا علاقة بوفرة الخلاص. مزمور 130 آية 7، حطها بس كده عشان أنا عايز أفتح شهيتك. ليرجو إسرائيل الرب، لأن عند الرب رحمة. وعنده إيه؟ عنده فدا كتير. انا بالنسبه لي التعبيرين مهمين، وفرت خلاص وفدا كتير. ايه اخبار الفدا عندك؟ ايه اخبار الفدا في البيت؟ ايه اخبار الغاصبون اللي بيقولوا له انت عندك فدا كتير؟ ايه اخبار انك تروح مكان شغلك اللي انت شاعر انه فيه تضيق وكده، زي الدنيا مزنوقه، كأن مكانك في الشغل مزنوق، كأنه ما زنقوا مكان شغلك، وتعلن كده يا رب انت عندك فدا كتير.
ففي وفرة خلاص وفي فدا كتير، وجاء الوقت انك تصدق معايا. الفدا الكتير ده بيغطي ناس حواليك. انا بسبق نفسي برضو في الوظائف اللي الحركة الروحية اللي جاية على حياتك، لانه في وظائف، وجزء من هذه الوظائف انك تطلق فدا كتير على كل حد حواليك. كتير ما بنتصورش انه في علاقاتك مع الناس اللي حواليك في فدا كتير، والناس اللي حواليك منتظره ان يخرج منك انت فدا ليهم، فدا كتير. في حصاد كتير حواليك، في فدا كتير عليك لو انت اتحركت وقفت، ما تزحزحتش من مكانك في الزمان اللي جاي. في فدا كتير، في وفره خلاص. ده امان اوقاتك، فدا كتير، وفره خلاص. عايز انزل الاربع سلمات كده واتمشى. انت مدرك ان الرب عايز يستخدمك في فدا كثيرين؟ لان في فدا كتير جاهز ان الرب يدلقه على الكره الارضيه. في فدا كتير الرب بيدلقه، لان ده موسم لحصاد قبل ازمنه. موسم الحصاد فيها يقف، السنين اللي جايه حصاد كثير، عشان كده هيسكب فدا كتير من خلال ولاد الرب اللي مش متزحزحين من مكانهم، واقفين لكي يكونوا غاصبين للملكوت، للملكوت سمات يغصب. امان اوقاتك هو وفره خلاص او فدا كتير. عشان كده بيقف التدمير الذاتي واليبوس الروحية. أول ما بتصدق في وفرة الخلاص والفدا الكتير، هذه اللعنة بتاعت التدمير الذاتي واليبوس الروحية بتقف من على حياتك. أول ما بتقف في وفرة الخلاص وفي الفدا الكتير، لعنة التدمير الذاتي بتتكسر من على حياتك، انك ترجع لنفس النقط الضعيفه، انك تلف وتدمر نفسك بنفسك، لانك متوقع التدمير، متوقع الحاجه السلبيه. واليبوسه اللي تحصل في الصلاه وفي الحماسه وفي الحراره، انا ابتديت وشغال شغال شغال، بعد كده عادي طبيعي. فاكرين الطبيعي؟ في سكينه لازم تنزل على الطبيعي. طبيعي لا يقبل ما لروح الله. فمرة كمان، في وفرة خلاص وفي فدا كتير، ده أمان أوقاتك. هتنقل بسرعة عشان جاء وقت تمييز أرواح. بصوا، الجزء من اللي العالم بيرميه هو فلسفة. تعرفين أن الأفكار آلهة؟ في أفكار كده تعلو، يقولك مع كل علو يرتفع ضد ده في الأذهان. ففي حبة أفكار كانت طالعة وتعلى وتعلى، هادمين ظنون وحصون، كل علو ده في الأفكار يرتفع ضد معرفة الله. ففي أفكار وفلسفة وفلسفة تبقى آلهة. خليني أقرأ لك آية في أرميا برضو، أرميا 16. أنا بقول لك حاملين شغل شوية. أرميا 16 هتحتاج ترجع للمشاركة دي أرميا 16:21. نقرأ من عدد 19. رب عزي وحصني، ملجئي في يوم الضيق، إليك تأتي الأمم من أطراف الأرض، يقولون إنما ورث أباؤنا كذبا وأباطيل وما لا منفع فيه. هل يصنع الإنسان لنفسه آلهة وهي ليست آلهة؟ فتجد أفكار وسيستمز أو ترندز، والترند ياخد سلطان الحقيقة، واللي هي لو كسرتها تبقى أنت الغلطان. هل يصنع الإنسان لنفسه آلهة وهي ليست آلهة؟ لذلك ها أنا ذا أعرفهم هذه المرة، أعرفهم يدي وجبروتي، فيعرفون أن اسمي يهوه. روح مخافة الرب، عشان ما اطولش، في حاجتين محتاج تاخدهم معاك في خلوتك، تاخدهم معاك في خدمتك، تاخدهم معاك في مواجهاتك وفي افكارك. اسمها محبه الرب ومخافه الرب. محبه وايه ومخافه، ميم حا
ميمخة. بقول كده عشان تتذكر محبة الرب ومخافة الرب. وكل مرة بتقف قدام الرب حب الرب ينسكب ومخافة الرب تريد أن تنسكب. المحبة والمخافة هيحفظوا حضور ربنا عليك وهيحفظوا تمييزك للأرواح. الأزمنة اللي جاية مش بس محتاجين مخافة لكن محتاجين تمييز، لأن هتطلع أفكار آلهة وهي ليست آلهة، هتطلع ترندات. مش بتكلم على ترندات على النت يعني، فوست حتى المؤمنين، وتبقى تاخد مكان أعلى من مجرد الحميمية مع الرب، الخلوة. قل لي بس من 1 لـ10 وما تقوليش أقعد أحارب حرب روحية. ما فيش حاجة اسمها كده، في حاجة اسمها حرب روحية، في حاجة اسمها يهوشفات، وادي يهوشفات فوق، وفي حاجة اسمها وادي القضاء تحت. في حاجات عملية بس في حسم أمور روحية. ما تطلعش ترند إنه طبيعي عادي، في أمور طبيعية. الأمور الطبيعية بيتم تعاملك معها من خلال الإنسان الروح اللي جواك. مفيش حاجة الإنسان الطبيعي لا يقبل مال روح الله. مفيش حاجة طبيعية في حياتك. المولود من جسد ده جسد، ده طبيعي، بس المولود من الروح أنت بتختار أنت أنهي واحد فيهم. طب وجسدي؟ لأنك مولود من الروح، الروح بتاعك هيتعامل مع جسدك. طب أنا ما أعملش حاجة؟ لا، اختار واختار واعمل. مش بقولك ما تعملش، ما بقولكش تروحن، بس بقولك كون حكيم، احسم الأمور في الروح، لأن في الأزمنة اللي جاية أي حاجة طبيعية السونامي هيحاول يجيبها. تقولون يصنعون آلهة لنفسهم وهي ليست آلهة، لذلك ها أنا أعرفهم هذه المرة، أعرفهم يدي وجبروتي فيعرفون أن اسمي يهوى. إيه أمان أوقاتي؟ وفرة خلاص ومخافة الرب هي كنز. مش قادر أوصف لك قد إيه موضوع مخافة الرب وزيارة روح مخافة الرب لقطتك مهم جدا في الزمن اللي جاي، في تمييز أرواح، لأن في مهاب اسمه يهوى بيعمل زيارة على حياتك. مزمور 25 في آية مشهورة، سر الرب لمين؟ حلوة أوي. لو أنت مش مليان من مخافة يبقى مش هيعرف يشاركك بسره. فلا مخافة لا إعلان، لا إعلان لا قوة لا خضوع لا قداسة، لأن الإعلان بيطلق قوة بيطلق خضوع بيطلق قداسة. مخافة الرب بتفتح عليك سر الرب، وسر الرب بيفتح عليك طريق تعيش فيه. مخافة الرب طريق، سر الرب لخائفيه وعهده لتعليمه. محبة ومخافة يملوا قطك. أنا مش بتكلم عشان الاجتماع، أنا بتكلم عشان بعد بكرة وحضرتك في سوهاج قاعدة في الأوضة بتاعتك وتمد إيدك تقول يا رب اسكب روح محبتك، اسكب روح مخافتك. والمحبة والمخافة يقوموا محاصرين حضرتك عمليا. فالمحبة والمخافة تطلق سر الرب لقلبك فتعرفي تعملي إيه عمليا. الأمور عملية جدا، تعرفي تعملي إيه، لأن سر الرب لخائفيه وعهده لتعليمهم. لأن الإعلان بيعرفك تعملي إيه، بيعرف مسيرك، بيعرف خضوعك، بيعرف قداستك، بيعرف طبيعتك. الإعلان بيطلق هويتك الحقيقية، سر الرب لخائفيه. إيه أمان أوقاتنا؟ وفرة خلاص، حكمة ومعرفة، ومخافة الرب هي الكنز. هذه الآية مهمة من 23 فطالة، في عرض لأمان أوقاتك، في عرض أن الرب يؤمن مواسمك اللي جاية. كاني عايز أحطها تاني قدام الشاشة، معلش حطيها لي قدام الشاشة، مش هتكلم فيها تاني. أنا بختم أشعياء 33:6 أو بختم الحتة دي. في عرض لأمان مواسمك اللي جاية، أهو في عرض رب يعرضه ليك. بيقول لك بص أوقاتك يمكنني أن أؤمنها ليك. وفرة خلاص فدا كتير، وفرة خلاص حكمة ومعرفة، ومخافة الرب هي إيه؟ هي كنزك. ففوق كل طلبة أطلب،
لأن رأس الحكمة هي مخافة الرب. أوكي، نقاط صغيرة ونختم. إيه النقاط الصغيرة؟ هي وظائفك اللي هتحطك في مكان يؤثر على كل حاجة حواليك في الأزمنة اللي جاية. بمعنى إبليس بيحاول يزحزحك عن الحتة اللي أنا هكلمك فيها ليه؟ فيقوم رامي العكس. فكل وظيفة هقولها إبليس بيحاول يرمي العكس من خلال ظروف، من خلال شغل، من خلال حروب، من خلال مخاوف، من خلال شكاية على كنيسة الرب. أول حاجة عاموس 7، أول نقطة، ودي حبة نقط كده هو، لو أنت ما كتبتهاش أشجعك تبقى ترجع تسمعها وتكتبها ليك، مش يعني مش عاموس. فاكرين عاموس؟ عاموس 7، أول وظيفة اوعى تتزحزح منها. عاموس 7:7، أراني وإذا الرب واقف على حائط قائم وفي يده زيج. قال لي الرب: ماذا أنت رائن يا عاموس؟ فقلت: زيج. قال السيد: ها أنا زواضع زيج في وسط شعب إسرائيل، لا أعود أصفح له بعد. إيه أول وظيفة إبليس يحب يزحزحك منها؟ أنك أنت تكون زيج. يعني إيه زيج؟ يعني بتطلب أن كل حاجة في حياتك تبقى باستقامة. الزمن اللي جاي في احتياج للكنيسة تبقى على الزيج. صوتك، روحك، عينيك، حدية اختراقك على الزيج. تقول لي يعني ايه على الزيج؟ اقول لك يعني الزيج ده كانوا بيستخدموه عشان الحائط يبقى مستقيم مش ملولو. اول ما الرب يلاقي زيج بيجد حائط مستقيم بيعرف يحكم على باقي الحوائط. بمعنى الرب يدور في الكرة الأرضية على كنيسة مليانة زيج الرب، فيعرف يقضي على كل شر العالم بيرميه حتى على هذه الكنيسة. بس كل شر العالم بيرميه في العالم. ليه الكنيسة تقف من أجل حروب عمالة بتستنزف في الأرض؟ لأن الكنيسة قدرت تبقى زيج. إيه اللي يخلي الكنيسة تقف من أجل حروب زي روسيا وأوكرانيا أو حروب إبليس عايز يعملها في المنطقة بتاعتنا؟ إن الكنيسة واقفة زيج. قال: لو بلاقي زيج بقدر أحكم على كل شر. لو جاز التعبير، لو أنت ماشي في قرية، أو فاكرين زمان لما قبل ما يحصل ثورة في الطرق، الطرق في مصر، كان عواميد النور أخبارها إيه؟ كل واحد، كل عمود طالع بمزاجه، مش كده؟ فاكرين الزمن ده؟ كل عمود طالع بمزاجه، فمتبقاش عارف هو العمود ده مايل ولا مش مايل، ما هو كلهم مايلين. النهارده في الطرق، في المحاور، الأعمدة، فلو أي عمود فيهم مايل، حد فاهم؟ ليه؟ لأن باقي الأعمدة عزيج مستقيمة. حد عايش في مصر؟ الطرق الجديدة الأعمدة فيها مظبوطة، فأي عمود مايل بتلقطه من بعيد. ورب يقولك أنا بدور على عمود واحد عدل. شايف إيه يا عموس؟ قال له: أنا شايف زيك في وسط الشعب. قال له: إناف. لأن أول ما أشوف عمود، أول ما أشوف حيطة مستقيمة، كل الحوائط المايلة بتبان. فلو جاز التعبير، الحيطة المستقيمة بتحكم على باقي الحوائط المايلة. رب داعي كنيسته في الزمن الأخير تكون إيه؟ تكون زيج. لأن لو الكنيسة بتبقى فيها استقامة، بيقول أوكي، لأن الكنيسة مستقيمة أنا بحكم على كل حاجة تانية. هقول نفس التعبير اللي بقوله في بعض أحيان لما شارك مشاركة زي كده في مجتمع شرقي. طب افرض أنا مش زيج. لما شارك زي كده في مجتمع مش شرقي، أمين، أنا هكون مستقيم. وشكم بيقول إنكم شرقيين، أنا مش هعرف أبقى زيك. أو مش بقوتك ولا بقدرتك. رب لما هو بيدور على شوق جواك. خليني أرجع للغاصبون. فاكرين ريمون؟
مش هقومه تاني عشان ما يوقفش تاني. رب يعرض ليك، انا بعرض عليك حياه استقامه معجزيه. طب انا طلبتها وما حصلش حاجه. لا يا حبيبي اغتصبها، مد ايدك وشد شد، صدق في حياه استقامه في حياتك غير عاديه في الزمن اللي جاي، لان رب يدور على زيك في الارض. فاكرين في زكريا 4، مش هفتح عشان الوقت ما يطولش علينا، زكريا 4 قال كده، لا زربابل وفي ايديه زيج، يقول لك فتفرح اولئك السبعه اعين الرب الروح القدس لتجول في الارض كلها. ليه؟ اول ما بيلاقي واحد من ولاد الرب عايز يبني باستقامه، فيقول لك يدي زربابل اللي ابتدات هذا البيت، يدي زربابل تكمل. ليه؟ انه عايز يبني بالزيج. اول ما بيلاقي حضرتك انا عايز استقامه في حياتي يا رب، وحمد ايدي وحمسك في هذه الاستقامه ومش حرخيه، وحفضل لو جاز التعبير كأنك مش عايز تدهاني، بس أنا مد إيدي ومتبتة. عارفين متبتة دي؟ متبتة في اللي أنت عرضه عليا من الصليب. ما أنت مديت إيدك ليا من الصليب وقلت لي أنا دفعت ثمن استقامة، فأنا هتبت إيدي فيها وحفضل ماسكه فيها. لن هو ده يكونش لن أطلقك إن لم تباركني. أنا بمسك في اللي أنت عرضه عليا ومش حسيبه. ليه؟ لغاية لما أخد هذه الاستقامة في حياتي. أنا عايز أكون زيك، عايز الروح القدس يفرح لما يراني واقف أريد استقامة. فسبع أعين الرب لتجول في الأرض كلها، قوة عمل الروح القدس تحيط بيك وتبقى فرحانة، ولك تفرح أولئك السبع. ليه؟ لأن زربابل بيبني. ففي قصة عاموس ده قضاء على الشر، في قصة زربابل ده بنا. فأتاري أن حضرتك تبقى زيج بيعمل بنا جواك وبيعمل قضاء على الشر اللي حواليك. بديك صلاحية انك تقف من اجل امم وشعوب، بديك صلاحية انك تقف لما يبقى في شر على مصر، لما في شر على مصر وانت مدرك ان في حاجة على الحدود. والرب كتير بيوقفنا من اجل صلاة على الحدود بصورة خاصة الحدود الشرقية. لما تقف والرب يرى كنيسة واقفة بزيج من اجل زي ما تكون هي السور اللي واقف. ليه؟ طلبت من بينهم رجلا يقف عن الارض يبني ايه؟ جدار. الجدار ده، الجدار لما بتبني باستقامة جدار. رب يدور على زيج بتحط على حدود مصر وعلى أسوار مصر، في العدو لا يقترب. إيه اللي بيحصل؟ رب يدور على هذه الوظيفة في الكنيسة اللي مش بقى عايشة في ظروفها طب وإفرد طب وأنا أعمل إيه؟ جاء الوقت لما صرت رجلا أبطلت مال الطفل. أنت من النبلاء والشرفاء ولا انت من العبيد؟ لو انت من النبلاء والشرفاء، النبلاء والشرفاء بيقفوا من اجل امم وشعوب، عمرهم ما بينحصروا في نفسهم واحتياجاتهم، مدركين انه المملكه بتاعتهم هتسدد كل احتياجاتهم، وهنبص على الاحتياجات حالا ما تقلقش. بس النبلاء والشرفاء دايما بيشوفوا لامتداد المملكه، بيشوفوا بره نفسهم، مش بيبصوا محصورين في قلوبهم، بيبصوا براهم، بيبصوا ازاي يخدموا الناس اللي حواليهم. هم ده اقيم شرفاء من ارض مصر. فأول وظيفة هو وظيفة الزيج لتكون زيج في الأرض. هذا الزيج مربوط بالوظيفة نمرة 2 وحمشي بسرعة، هو تكون سبب إطلاق فدا. فاكرين فدا كتير؟ أينما ذهبت في كلمة على حياتك اسمها فدا، لأنك هتروح أماكن وهتروح مواقف وهتسمع أخبار تخليك هنعمل إيه؟ الإجابة بتاعتك أنت مش بس زيج هتقف من التوقيف شر، انت بتطلق فدا كتير. يجي لك جوزك من الشغل يقول لك انا مش حاول ما ابصش عشان ما حدش يقول، يا إما قدامك اختيار. ما هو قصة اختيار، قصة ده الاجتماع الأولاني للاختيار. قدامك اختيار، يا إما طب فعلا طب وهنعمل إيه طب مش عارف إيه، أو أول رد فعل جواكي رب يفتدي من اللي أنت بتقوله ده. مش بتوجيها ضده، روح أنت مش فاهم حاجة وأنا أنا الطايرة في الهواء. نو بعضكم بيعمل كده وبيؤدي إلى مشاكل. في فدا كتير. زكريا 8:23، انت مدعو انك تكون زيك، انت مدعو انك تكون بتحمل فدا كتير.
بتحمل فدا كتير. شاركك بهذه الآية ليها معاني بس مش هطول. هكذا قال رب الجنود آية 23: في تلك الأيام يمسك 10 رجال من جميع ألسنة الأمم يتمسكون بديل رجل من شعب الرب يقولون نذهب معكم لأن سمعنا أن الله معكم. ده فدا كتير. 10 رجال يمسكوا بواحد بذيل رجل من شعب الرب، والعشر رجال دول من جميع ألسنة الأمم. فهذه الآية آية نبوية. 10 رجال من أمم مختلفة يمسكوا بديل واحد من شعب الرب يقولوا خدنا معاك، سمعنا أن الله معكم. ده فدا كتير. خليني أقلب الآية. حضرتك في وسط 10 رجال مدعو أنك تكون سبب فدا ليهم، مش مدعو أنهم يتعجنوا مع بعض أخبار سلبية. مدعو أنك تكون حائط مستقيم، زيج مستقيم، ومدعو أنك تكون حامل فدا كتير. فيمسك 10 رجال بديلك، خدنا معاك نصعد إلى جبل الرب من جميع ألسنة الأمم لأن سمعنا أن الله معكم. ده تاني أمر. ثالث وظيفة، فأول وظيفة أن تزيج حائط مستقيم، ثاني وظيفة أن تتحمل فدا كتير. خليني أقول ثالث وظيفة عشان نبقى أنت تكون من الغاصبون، مش هكررها تاني، فأنت مدرك ده. نمرة 4، إنسان الروح بتاعك مليان هذا الحاجتين اللي هما أسد ونسر، والاثنين دول اللي هما صوت الملوكي والصوت النبوي، صوت كلمة الرب وصوت التأثير الإلهي. الزمن اللي جاي الأسد والنسر بتحركوا مع بعض فيك. كلكم عارفين حزقيال 1، مش عايز أحكي فيه كتير، بس حزقيال 1 إنسان الروح بتاعك بيحمل هذا الوجه، وجه الأسد، وبيحمل هذا الوجه، وجه النسر. ما تتلخبطش في الحتة دي. ببساطة رب يريد أن يملأ قلبك بصلوات مليانة تشريع، ده الأسد، وبصلوات مليانة مسحة الروح القدس لأنك شايف من فوق وهو ده النسر. ما تستهنش بصلواتك اللي خارجة في الأوضة. الأسد والنسر بيتحركوا في الأوضة بتاعتك بيغطوا حتت أنت تعرفش توصل لها. الأزمنة اللي جاية لما تسمع أخبار عن حاجات في بلاد مربوطة بالشرق الأقصى، الأسد والنسر بتاعك أقوى من التنين ومن أي حاجات تانية في الشرق الأقصى. بمعنى لما أنت ليك دور، أنت ليك دور تقف، لأن كل حد مدرك، مش محتاجة فقاقة ومش محتاجة نبي يقولك أن أي حاجة بتحصل النهاردة في الكرة الأرضية بتأثر على كل الكرة الأرضية كلها، مش كده؟ اذا اي حاجه تحصل في 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 اندونيسيا هتاثر على مصر، اي حاجه تحصل ما بين الصين والهند هتاثر على مصر. الكره الارضيه بقت قريه ارضيه، بقت قريه ارضيه. روسيا اوكرانيا احنا مالنا؟ بس مالنا. وبالتالي هل الكنيسه بتحتاج تقف لانه ابليس زحزحها من مكانها؟ تقول لي انا مش في ايديا سلطان، اقول لك هتبص حالا تكتشف انه اعطى ادم السلطان، قال له اخضع الارض. الاجتماع النهارده ما هوش اجتماع فيه كل الحق لان محتاج اقول حاجات كتيره قوي، بس انت محتاج تدرك إبليس بيحاول يزحزحك بصغر نفسه، يقول لك أنت ملكش تأثير على الصين والهند، أنت ملكش تأثير على أمور معينة في العالم، أنت مالك يا أخي؟ بعدها يقول لك ما تبلاش كبرية حبيبي. ما فيش كبرية أنك تركع جنب سريرك وتقول له يا رب كل مؤامرة لعدو الخير لإجهاض الحصاد اللي أنت عايز تعمله خلال 7 سنين اللي جاية أنا بقف ضدها، أنا ببني جدار. فاكرين الآية يبني جدار عن الأرض؟ تقولي أنا اسمي ماجد وموجود في محافظة أسيوط وأنا عندي مشاكل في النجاسة.
أقول لك آه إبليس زحزحك يا ماجد وزحزح صورتك الشخصية وقام مصغرها ومكعورها وخلاها قبيحة جدا عشان ما توقفش من أجل الصين والهند، لأن أول ما بتقف بتنفض ده من على عينيك وتدرك أن اللي جواك ده الأسد والنسر، العبادة اللي الرب يريد أن يدخلك فيها هي أقوى جدا من أي حاجة مرمية والعالم بيحاول يرميها على العالم كله عشان العالم يفطس يغطس. تقولي بس دي حاجات حتمية، في حاجات حتمية، أقولك حتمية ضد بابل لكن مش حتمية ضدك. ولاد الرب بيقفوا بيبنوا جدارا عن الأرض، رب قال اخضعوا الأرض تسلطوا. الأرض ما بتقولش حاضر، الأرض بتخضع. بتخضع ازاي؟ من خلال كنيسة واقفة بزيج ومدركة انها غاصبون ومدركة ان يسوع دفع الثمن ومدركة معها فدا كتير ومدركة معها صوت خارج كأسد ونسر من أرواحها. عشان الوقت انا بتكلم عن سمات او وظائف الحركة الروحية اللي جاية. الحركة الروحية اللي جاية مليانة مهابة، مليانة مخافة. جاء الوقت انه اي حد يخش جوه اجتماعات حضرتك وحضرتك يشعر ان حضور الرب موجود هنا ويركع ويتوب ويسلم حياته حتى لو الخدمه مش كرازيه. جاء الوقت ان مهابه الرب تملى الكنيسه بقوه غير عاديه، فالناس اللي بره تدرك ان في صوت خارج من هذا المكان مختلف عن الطبيعي. في اماكن كثيره بدون ذكر كان في ناس بتخش تقول انا سمع صوت ملائكه كتير، ويبقى الاجتماع فيه عشرة، الاجتماع يبقى فيه عشرة، وحد يخش من بره الكنيسة يقول أنا سامع صوت ملائكة كتير. ليه؟ لأن الاجتماع اللي فيه عشرة فيه ألف ملائكة موجودة. تعرفين الملائكة تلتين وأرواح الشر تلت، اللي معانا أكتر من اللي علينا، ده غير حضور الرب، ملائكة الرب أكتر. مدركين ده؟ أنا بحاول أشجعكم بس. آخر وظيفة وحاولها بسرعة ونختم. آخر وظيفة لأنها مركبة فحاولها بسرعة، هو سمات خدمة إيليا. لأن في الأزمنة الأخيرة إحنا محتاجين جدا، في الأزمنة اللي جاية دي من 23 إحنا في احتياج عظيم لسمات خدمة إيليا. وحاولها بسرعة سمات خدمة إيليا، لأن خدمة إيليا بتحمل سمات كتيرة. أول حاجة في خدمة إيليا هي خدمة في السماويات. خدمة إيليا خدمة في حي هو الرب الذي أنا، السماوات تتقفل، السماوات تتفتح، ينزل مطر، ينزل نار. فخدمة إليه خدمة في السماويات. تعمل إيه بالمعلومة دي؟ تقوم محولها. إذن أنا 80% من وقفتي يجب أن يكون قدام العرش، 20% من خدمتك تبقى في الاجتماع بتاعك، 80% لو أنت بتخدم ساعتين في الأسبوع يبقى 80% من الخدمة دي من وقتها بيحصل في العرش، عشان الساعتين دولة يبقوا خدمة سماويات. أنتوا هنا؟ دي سمات خدمة إيليا. أول سمة من سمات خدمة إيليا، لأنه قال كده قبل اليوم العظيم المخوف من الرب يجي فيه، أسكب روح إيليا. أوكي؟ إيه سمات خدمة إيليا؟ نمرة واحد هي خدمة سماويات. نمرة اثنين هي خدمة معجزة يومية، لأن الطبيعي ما بيجيبش نتيجة. فاكرين أخونا إيليا كان بيفطر إيه؟ أخونا إيليا كان بيفطر إيه؟ مش لحمة بس، لحمة وعيش، سندويتش كفتة كده من شاكر. مين كان بيجيب له سندويتش الكفتة؟ الغراب ده بيعمل ايه؟ بياكل لحمة، بياكل عيش. فدي معجزة يومية. ده كان بيفطر. ده انا مش بتكلم على الاقتصاد ده. نو انا مش بتكلم على الاقتصاد، هتكلم على الاقتصاد حالا. سمات خدمة إيليا بتشمل كل حاجة في الزمن اللي جاي. انا بتكلم عملي. نمرة واحد هي خدمة سماويات. فروحك الموجود في السماء ده نمرة واحد لوجودك لخدمة إيليا في حياتك. نمرة اتنين معجزة يومية في كل حاجة. أنا بدي الفطار مثال، عشان كده قلت لك الطبيعي بتفقد قوته. الرب جهل حكمة الحكماء. تقول لي أنا عارف أعملها في الشغل. نو أنت محتاج معجزة في الشغل. تقول لي بس أنا كويس في الشغل. أقول لك أنا عارف أنك كويس، ألف ألف مبروك، بس أنت محتاج معجزة برضه. انت محتاج تدخلات إلهية معجزية على اللي انت بتعرف تعمله، لان بعد شوية اللي انت بتعرف تعمله مش هتعرف تعمله.
او حلولك مش كويس او حلولك مش حلو او حلولك احنا عدينا الحته دي. كون برو اكتف، كون فعال، مش 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 رد فعل، كون بتفعل. تقول لي افعل ازاي؟ اقول لك يعني انت اتحرك قبل ما يجوا يقولوا لك مش عايزينك، قول له وتحرك في المعجزه اللي بتسبق انه يجوا يقولوا لك مش عايزينك في الشغل. الشرقيين اللي قدامي قالوا هو هيسيبوني من الشغل؟ مش معقول يعني، ما تبقوش سفنجة بتاخدوا أي كلمة سلبية وتطلعوا تجروا بيها. مش معقولين. الرب عايزك متقدم، يكون تقدمك ظاهرا في كل شيء. فاكرين قال كده لتيموثاوس، يكون تقدمك ظاهرا في كل شيء. مقاصد الرب ان اولاد الرب ناجحون. ايه اللي يخليك ناجح؟ طب انا في الشغل ناجح اوكي، بس عارف الشاطر في الشغل، ولو انت في الشغل شاطر هتبقى عارف كده. انت محتاج تطور من نفسك، مش انا بقيت ناجح فتنام، لان بعد شويه نجاحك ده بيبقى عادي والعالم يجي يقول لك يا تعلى يا مش عايزك. عشان كده في معجزه لكل امر حتى طبيعي في حياتك. بتشتغل قول يا رب اسكب معجزة، اسكب أفكارك الخلاقة، أنا أكون ناجح بس في إيدك. أنت سبب نجاحي في الشغل، أنت سبب نجاحي كأم، أنت سبب نجاحي كأب، أنت سبب نجاحي. الطبيعي بتاعي اللي أنا تعودت عليه بيثبت فشله يوم ورا يوم ورا يوم. أنا محتاج نعمة روح إلي بيسكب معجزة على الغراب اللي بيخطف الأكل، هو اللي يجيب لك الأكل. اللي أنت مش الطبيعي يخضع ليه؟ لأن الفوق طبيعي بيسود. أنا مش عارف الغراب ده أخباره إيه، بس إزاي ربنا أقنعه إنه يشم ريحة اللحمة وما يأكلهاش؟ لأن في إيد على هذا الغراب غيرت طبيعته، ففي إيد تتحط على الشغل تغير طبيعته، في إيد تتحط على جوزك فتشجعت النساء فتشجعت هللويا. رب عزانا يا إخوة. معلش. أول سمة من سمات خدمة إلية خدمة سماويات، تاني سمة من سمات خدمة إلية معجزة يومية في حياتك الطبيعية في كل حاجة، شغل، بيت، تربية، أزمنة، في حاجة نازلة من فوق لأنها خدمة سماوية، ففي حاجة نازلة من فوق بتغير الطبيعي، بتغير طبيعة الغراب. نمرة ثلاثة بتغير الاقتصاد بتاعك، وهنا عشان كده قلت لك من السنة القصة هو ده الاقتصاد، كيلة الدقيق وكوز الزيت لا ينقص. ده اقتصاد مختلف، ده اقتصاد. خلي بالك هو ده امتى كان بيحصل في هذا البيت؟ كان بيحصل في زمن في مجاعة بره الباب، ففي مجاعة بره الباب، بس في اقتصاد مختلف في الاريا اللي فيها روح إيليا. ورب بيقولك انا بسكب روح إيليا على الكنيسة في الأزمنة الأخيرة فتختبر اقتصاد مختلف. في اقتصاد مختلف ومقاصد الرب، مش اقتصاد مختلف عشان مجرد تبقى زي ما انت كده. فبيتنا الحمد لله متبارك، وان كنت انا مش عايز افوت النقطه دي بسرعه، بس عايز افوتها بسرعه عشان نخلص. بس انت محتاج تدرك ان اقتصاد بيتك وانت في ادراك النعمه واقف قدام الرب خدمه سماويات خدمه معجزه يوميه في كل حاجه في حياتنا، توقع ان اقتصاد بيتك يبقى مختلف. كوس الزيت لا يفرغ وكيل الدقيق لا تنقص. ليه؟ لأن في اقتصاد مختلف شغال. خلينا نتنقل لمصر، لأن مقاصد الرب لمصر مش إنها تتبارك أو نبقى محفوظين في مصر، لكن نكون بركة للأمم. كلكم عارفين القصة دي، بس حبص على تكوين 46 وحبص على آية صغيرة. كلكم عارفين رايح فين؟ رايح ليوسف. يوسف في أرض مصر، كنيسة زي يوسف في أرض مصر، والكنيسة موجودة في أرض مصر عشان تكون سبب بركة لأرض مصر. ويوسف بقى أب لمصر. أب يعني إيه؟ مصدر، بقى سورس. كلمة أب لا تعني شنب، أب يعني سورس. باتر باليونانية، باتر اللي جاي منها فاذر، كلمة باتر يعني سورس أو مصدر أو منبع.
وبالتالي مقاصد الرب ان الكنيسه تبقى سبب بركه لارض مصر. هرارك ايه بس صغيره في تكوين، انا قلت تكوين كام؟ 46 متاكدين؟ طيب ايه 28، ايه صغيره وهاخد منها معنى صغير وربنا يديني نعمه ما طولش. ارسل يهوذا امامه الى يوسف ليري الطريق امامه الى جاسان، فجاءوا الى ارض جاسان، فشد يوسف مركبته وصعد لاستقبال يعقوب اسرائيل ابي الى جاسان، ولما ظهر له وقع على عنقه وبكى على عنقه زمانا. كلكم عارفين يوسف عمل ايه؟ يوسف بنى مخازن في ارض مصر. بس شعب الرب في هذا الزمان سكن في ارض اسمها ارض جاسان. ارض جاسان دي ارض، هذا التعبير انا عارف بيستخدم بطرق متنوعه وفي مدارس متنوعه لادراك ارض جاسان جوه ارض مصر. ارض جاسان هي ارض بتطلع ثمر للغنم، عشان كده كان الاتفاق انه هناخد ارض جاسان عشان احنا معانا غنم وارض جاسان بتطلع ثمر للغنم. ارض جاسان هي ارض بتثمر للحاجه اللي عندك، ارض مثمره لامور عندك. يعقوب ارسل مين قدامه الى يوسف؟ ارسل يهوذا ليوري الطريق امامه الى جاسان. وده هيربطني بحاجه قلتها في الاجتماع الاولاني. يهوذا يعني ايه؟ تسبيح وحمد. بس خلي بالك يهوذا مش بس، لو سالت اي حد يهودي هذه الكلمه تعني حمد وانت ايدك مرفوعه، ودي طبعا بتحمل معاني كتيره. بس كلكم عارفين الايات في تيموساوس في العهد الجديد: اريد ان الرجال يرفعوا ايادي طاهره بلا غضب ولا جدال، كذلك ايضا النساء. كلمه يهوذا يعني حمد بيد، يعني يدك بتحمد فيدك بتترفع. يهوذا او الحمد والتسبيح في الكنيسه في الزمن اللي جاي هيفتح ليهم الطريق الى جاسان اللي هتشبع ارض اللي انت ارض حياتك اللي انت محتاجها تنمو. كان ارض جاسان ارض مليانه مطر فمليانه خضره للغنم، فسكن الشعب في العهد القديم في ارض جاسان. التسبيح هيفتح ليك ارض بتغني امورك الطبيعيه. هذا الامر ده هيفتح في مصر سبب بركه، مش عشان مصر تتبارك، لكن عشان الشعوب اللي حوالينا تاتي لارض مصر. اقتصاد، بصوا اقتصاد بلدنا يجب ان احنا نكون سبب بركه ليه. هقولها مره تاني لانها، اقتصاد بلدنا يجب ان احنا نكون سبب بركه ليه. ثلاثه قالوا امين والباقيين قالوا انا مالي. عارف انت مالك ليه؟ لان اقتصاد بلدك بيأثر عليك. تقول لي فانا تحت اقتصاد بلدي، يقول لك نو الكتاب المقدس بيقول نو، انت مش تحت اقتصاد بلدك، انت موجود لتؤثر. ما هو لو انت يا اما متاثر يا اما مؤثر، وابليس بيزحزحك عشان تبقى متاثر ومش مدرك انك مؤثر، وانك تقدر تبعت يهوذا الحمد بايد مرفوعه قدامك اللي بيدخلك ارض جاسان لتبقى سبب بركه لارض مصر ومنها تتبارك الامم اللي حواليها. انا عارف انتم ما نفسكمش في ايه، نفسكم تخافوا، نفسكم تسمعوا اخبار الدولار كل يوم. هو وصل لكام؟ انت مالكش دعوه اصلا بالدولار. انت شفت اخر مره شفت دولار امتى؟ بتتابع البورصه بتاعه الدولار ليه؟ جود مورنينج. عشان اخاف. انت مش مدعو تتابع اخبار الدولار عشان تخاف، انت مدعو توقف في ارض مصر وتقول يا رب انا باطلق بركه، انا بعلنك صالح على بلدنا، بعلن مقصدك على مصر، بعلن خيرك على مصر، بعلن ابوابك على مصر. حبيبي حنأتي في ازمنه، صدقني
صدقني ربنا هيقودك. مش بقولك انت انا مش بقولك اعملها، انا بقولك خلي الروح القدس يقودك واعرف حياتي زمن. الرب هيقولك امسح الابليكيشن اللي على تليفونك اللي بيجيب لك اخبار يوميه. انا مش بقولك اعمل كده، انا مش بقولك اعمل كده، بس حياتي زمن الرب هيقولك امسح هذا الابليكيشن، لان كل الاخبار اللي خارجه من هذا الابليكيشن في تليفونك بتوصلك اخبار سلبيه، فبتتخنق ما تبقاش عارف تصلي. رب عايزك لما يجي لك خبر فدا كثير، فاكرين زيك فدا كثير، انت بتطلق فدا وبتعلن حاجه على ارض مصر، اخبار على ارض مصر حلوه، وترفع ايدك حبيبي، لان يهوذا بيرسل اولا الى ارض مصر، فدخلك ارض جسان في ارض مصر، ارض جسان ارض بركه ليك، وارض جسان ارض مخازن لمصر نفسها، مصر تتبارك. انتوا هنا، احنا مش موجودين في ارض مصر عشان الدولار بيحصل له ايه، انت موجودين في ارض مصر عشان تاثر. تقولي بس الدولار بيفضل يعلى، اقولك وانت مالك، البركه ستاتي على مصر في بعض احيان من بره الدولار، مالكش دعوه انت، مالكش دعوه انت، خلي الرب يعملها. انا قلت لما هرفع ايدي الدولار هينزل ويبقى 3 جنيه، مالكش دعوه انت، الرب هيعمل اقتصاده في مصر ازاي، بس انت اقف من اجل اقتصاد الملكوت ان ياتي على مصر. يطلع واحد دمه خفيف، انا عارف دمهم خفيف دول موجودين كتير، افرض ربنا عايز يخسف مصر، تعالى لي بقى، طالما انت دمك خفيف كده تعالى لي بقى. هو لما ربنا يخسف مصر الدعوه اللي على مصر هتروح فين؟ تاثير مصر على باقي الامم وباقي البلاد والنور اللي مقاصد الرب ان يخرج من ارض مصر ومن كنيسه مصر من اجل مصر، شعبي مصر ده اخباره ايه؟ ولو انت مدرك ان في تكليف على ارض مصر فانت بتقف. بص احنا مش بنقف من اجل، احنا مش في احتفال سياسي، مش ده مش احتفال سياسي، احنا بنوقفين من اجل مقاصد الرب وتتميم دعوه الرب على هذه الارض، فاحنا واقفين من اجل ملكوت الرب على ارض مصر، واحنا مدركين ان ملكوت الرب على ارض مصر يريد ان يبارك مصر لكي يستخدم مصر. تقولي طب في لو في نبوة سلبية، أقولك النبوة السلبية دي مش نبوة حتمية، دي نبوة مشروطة. لو الرب لقى ناس واقفة في أرض مصر من أجل امتداد ملكوت الرب، رب يرد كل نبوة سلبية على أرض مصر. ولما الرب كان لو لقى 10 في سدوم وعمورة، تقولي مصر دي وحشة قوي، أقولك سدوم وعمورة أخبارها إيه معاك؟ كانت احلى من مصر ولا اوحش من مصر؟ تقول لي لا سدوم وعموره دي تتاكل بنار، اقول لك لو كان لقى 10 كان افتدى سدوم وعموره، لو لقى 10 في مصر هيعمل ايه؟ حد فاهم حاجه؟ فمن فضلك في فدا كتير، من فضلك بلاش الدم الخفيف اللي هو متوقع حاجات سلبيه طول الوقت، ده انسان الالم، بليز من فضلك اقف بايمان، كون كالزيج وراء الرب. تقول لي بس في حاجات مايله، اقول لك اعدلها، وقف كزيك، وقف بفدا كتير، وقف قدام الرب وادرك ان في روح إلية اللي بينسكب على الازمنه الاخيره اللي بتحمل خدمه في السماويات، بتحمل معجزه يوميه في كل ظروفك، شغلك، كل حياتك في نعمه نازله عليه، بتحمل اقتصاد مختلف، كوز الزيت وكله الدقيق وارض جسان، لان بتحمد الرب في ارض مصر، بتقف على حدود مصر بصوره خاصه، الحدود الشرقيه والحدود الغربيه بصوره خاصه، الاثنين دول مهمين جدا في الازمنه اللي جايه، وكل ما ربنا يشغلك بيها من فضلك تقول طب انا لوحدي في الاوضه بصليهم. خلي الاسد والنسر يخرجوا، قول يا رب سور حضورك، سور نارك على حدود مصر. لما تنشغل قولها صليها، ما ترمخش عليها. خدمه ايليا خدمه ايات وعجائب، فاكرين لما الابن مات نام عليه، فاكرين لما الابن مات نام عليه وطلع عليه حطه في العليه ونام عليه، ليه؟ لانه لا يجب ان الابن يموت، قال له ما ينفعش يا رب. فخدمة إيليا هي خدمة آيات وعجائب، خدمة الأزمنة اللي احنا فيها خدمة من فضلك. تقولي أنا صليت مع 5 وما خفوش، أقولك صلي مع 10. تقولي طب ليه 5 ما خفوش، أقولك مالكش دعوة، أنا ما أعرفش، بس ولا أنت محتاج تقف قدام هذا السؤال كأنك أنت ربنا، ولا أنت ربنا ولا أنا ربنا، بس أعرف حاجة واحدة، أن في تكليف على أولاد الرب الغاصبون. فاكرين دريمون؟
عايزين شفاء يملأ أرض مصر، فبتمد إيدك والرب يقولك بجلدتي شفيت، فتمد إيدك وكأن الشفاء ما بيخرجش على أرض مصر. ليه؟ لأن أرض مصر عبدت آلهة تموت وعبدت آلهة لسنين طويلة. بس ريمون فضل واقف وبيشد، وكأن رب يشد، بس هو الرب مش بيشد، هو اللي مدد إيده أصلا، بس بيدور على شرفاء. عارف العبد بيقول إيه؟ عارف لو ريمون عبد بيقول إيه؟ ربنا مش عايز يدي خلاص، ويقوم مطلع لاهوت خاص بيه وهو قاعد في الكرسي اللي هناك ده، يطلع لاهوت لماذا لا يريد الرب الشفاء في أرض مصر، أو لا يريد أصلا الشفاء مش موجود أصلا. ليه؟ لأنه هو اختبر، وده اختباره، مد إيده وعصلجت معاه. بس في شرفاء، لأن ريمون مش من العبيد، ريمون من الشرفاء، بيوقف. أنت دفعت الثمن، الفاتورة معايا أهي، الفاتورة معايا، والفاتورة بتقول أن أكثر آياتي وعجائبي في أرض مصر. الفاتورة بتقول كده. خلي بالك ان في روح في ارض مصر بتعبد الموت. فرعون في العهد القديم كان اله، ما كانش واحد، كان اله، لان هذا ما كانش اسم الشخص. اي حد كان بيتحط في هذا المكان كان بيبقى اسمه فرعون. ليه؟ لان ده اله. فرب قال لموسى جعلتك الها لفرعون، وقال ليوسف جعلتك ابا. يعني يعني بالنسبه لمواجهه الارواح الشريره انا بجعلك، انا باتي باسمي لدي مواجهة آلهة، فيهوى الرب يغلب آلهة المصريين. فآلهة العيافة والعرافة والسحر والموت والمرض كانوا بيعبدوا الأمراض، بيعبدوا الأسحار. بيأتي ريمون ويقول أني اسم الرب أقوى من أي اسم آخر في أرض مصر. فخدمة إيليا هي خدمة آيات وعجائب. آخر نقطة عشان نصلي هي خدمة رجوع القلوب للآب. لما نزلت النار الشعب كله رجع بقلبه للآب، الرب هو الله. رجوع القلوب للآب احد السمات بتاعت خدمة إيليا، انه الآب واعلان الآب وحضن الآب والوقوف قدام وجه الآب بترجع تاني للكنيسة. انا اسف هعيد صياغة الجملة، انه حتى في الكرازة احنا بنكرز للنفوس البعيدة بوش أبوهم. ليه؟ لأن وجه الآب كان الآب مصالحاً العالم لنفسه في ابنه. جات الأزمنة أن الكرازة تبقى كرازة بالآب. الابن هو المفتاح للآب، الابن هو الباب، هو الطريق، هو الحق، هو الحياة، اللي بيدخلك لحاجة اسمها حضن الآب. إيليا كان رجوع القلوب للآب، عشان كده يقول يرجع قلوب الأبناء للآباء والآباء للأبناء. نهضة إيليا اللي هي انسكبت مع يوحنا المعمدان كان نهضة رجوع القلوب مرة تاني للآب. خليني أقول أنه كنيسة الرب في الأزمنة الأخيرة لأنها بتتملي بخدمة إيليا أو وظائف خدمة إيليا، لما بتقف في قطك إيه أخبار وجه الآب معك؟ إيه أخبار وجه الآب في الأوضة؟ إيه أخبار محبة ومخافة في الأوضة؟ إيه أخبار وجه الآب في الأوضة؟ أن وجه الآب بيغير وقفتك تماماً، وجه الآب بيغير هويتك، بيغير هويتك. في وجه الآب اللي في الأوضة بتحمل هذا الآب لكل حد بتقابله. فخليني أرجع مرة تاني، هذا الآب بيوقفك قدامه في السماوات، هذا الآب بيجعل حياتك معجزية من كل جهة، هذا الآب بيجعل اقتصادك مختلف لأنه أبوك، هذا الآب بيملك بآيات وعجائب، هذا الآب أنت بتقف قدامه طول الوقت. فكل حد بيقابلك بيرى فيك أنك ابن أبوك. عارفين يعني إيه بيرى فيك أنك ابن أبوك؟ هو مين ابن أبوه؟ يسوع، هو الوحيد. فبيروا فيك يسوع لأنه بيروا فيك أنك أنت ابن أبوك، لأنك بتقف قدام أبوك. حد فهم حاجة؟ كنيسة الرب في الأزمنة اللي جاية دي مليانة بوجه الآب، فموجودة في السماويات، فالمعجزة يومية، فاقتصادها مختلف، فمليانة آيات وعجائب. دي سمات أو وظائف رب دعاك ليها. لو رجعت ليها هتكتشف أنك كنت المفروض تبقى زيج، أنك كل اللي احنا قلناه ده. الرب يعد كنيسته للتأثير في الأرض، مش أنها تبقى متأثرة بالأرض. الشغل اللي جاي كتير،
تعرفين انا لمست بايه؟ انا لمست بامور في السياسه، لمست بامور في الحرب، لمست بامور في الاقتصاد، لمست بامور في الخدمه، وحضرتك ما خدتش بالك. وكل هذه الامور مش ما خدتش بالك، يعني انا بقولها بصوره سلبيه، لا انا بقول لك ده شغل اللي جاي، ده الشغل اللي جاي. انت مدعو لشغل في الزمن اللي جاي. ايه هتخرج من باب الخيمه دي يسالك حد قالوا ايه النهارده؟ تقول لهم قالوا ان احنا عندنا شغل كتير، ولان عندنا شغل كتير انا هقف في المكان بتاعي قدام الرب، لان عندي شغل كتير، لاني مسؤول، لان جيت افتكرت ان انا كنت جاي عيد نهايه سنه وكريسماس وهاليلويا وكل سنه وانتم طيبين، اكتشفت ان انا عندي شغل كتير، لان وعد الرب وقصد الرب لحياه كل واحد واحده فينا ان يكون مؤثر، يكون مؤثر، مش اللي بيحصل حواليك يؤثر فيك. امين.